ربنا يزيدك يا استاذ نعيم ويوسع عليك. ايه يا اخو زياد، انت بتكلم الفراخ؟ لا يا باشا، انا بلغيها عشان ما تبردش. تعالى ده احنا كده في عز اللهو بتاع الحياه يا باشا. بجد انا مبسوط اني شفتك النهارده والله. وانا يا باشا بص تحت امرك في اي منطقه في اي مكان، عايز ابقى معاك على طول باذن الله. حبيبي يا اخو زياد حبيبي، ايه رايك في المكان؟ حلو يا باشا، بس الطوب ده بيفكرني بالكبرتاج بتاع حلوان. كبرتاج حلوان؟ اه سلطانه، سلطانه المعز. معلش اتاخرنا. لا انتوا براحتكم، النهارده يوم بتاعكم. ده ما واضح، ده انت عازم خزاعه يا راجل. ماله خزاعه يعني؟ ملوش نفس الا خزاعه، لما كانش جه النهارده كان مات فيها. عمري ما هنسى اللي سلم عمله ابدا، عمري. عشان اخوك ابن حلال وقع في سكته. حبايب سلام وحبايبك هم حبايبي، عشان كده انا عزمتهم النهارده عشان يحتفلوا بنجاح سلام. امال فين كريمه والشيخ ايهاب؟ الشيخ ايهاب بيسلم عليك وعمال يدعي لك ليل ونهار. انا مش عارفه انت عملت معاه ايه. كريمه بقى زمانها محتاسه في القهوه والعربيه والمطبخ. اتفضل اتفضل اتفضل. هل اتفضل خزاعه؟ اه باشا، باشا انت في المكان بقى. باشا انا مش هرتاح ولا يهدى لي بال والفراخ دي سليمه زي ما هي كده. يعني ما انت ناوي تسلم حالك يا مصطفى كده؟ الحكومه ايش ما بدها تسوي فينا؟ حقها، عشان صرنا اليوم بنداري مهربين وقتلين قتلة. طلع القديم من الموضوع هذا يا حيدر، صفي نيتك يا صاحبي. أنا نيتي صافية، أنا نيتي صافية. سامع يا شيخ صالح؟ سامع إيش بيقول؟ إيش قولك؟ اسمع يا ولد، مش عايز أسمع حسك تاني أبداً. أنت شايف هرجه يا شيخ صالح وإيش بيقول؟ نفس الأرض تنشق وتبلعني والكل عارف ليش. خرافك ليل، لو مش ناوي تسلم حالك يبقى تعتبر نفسك متشمس. لا بتجيبنا ولا بنجيبك، لا في هم ولا في دم. اللي بتشوفه سويه يا شيخ صالح. بدك تشمسني شمسني، بس أنا مظلوم.